أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خدمة دروس. درسنا اليوم بسيط وسهل بعنوان الكسور المتكافئة لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي. فهيا بنا نتعلم إيجاد كسور متكافئة، ولننطلق الآن مع التمهيد التالي. إذا كان لدي هذا الشكل وأريد قسمته إلى ثلاثة أجزاء متطابقة وقد قمنا بتظليل جزء واحد منه، فمن يعطينا الآن أحبائي الطلاب الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ أحسنت يا بطل، يساوي ثلث. ماذا لو قمنا بإعادة تقسيم الشكل ولكن إلى ستة أجزاء متطابقة وقد قمنا بتظليل جزئين فقط، فمن يعطيني الكسر الذي يمثل هذا الجزء؟ ممتاز، يساوي سدس، وهذا الجزء أيضا يساوي سدس. إذن أصبح الجزء المظلل هو سدسان. ألا ترى عزيزي الطالب الآن أن هذا الجزء يطابق ويساوي هذين الجزئين؟ جميل جدا، إذن نكتب أن الثلث وهو هذا الجزء يساوي سدسان وهو هذين الجزئين. الآن ما هي العلاقة بين هذين الكسرين؟ أحسنت يا بطل، بما أن هذا الكسر وهو الثلث يساوي سدسين فإننا نسميهم كسور متكافئة. إذن الكسور المتكافئة هي الكسور المتساوية، لا تنسى ذلك. ولننطلق الآن مع المثال الأول. أكمل لأحصل على كسرين متكافئين. وذكرنا سابقا أن كسرين متكافئين أي كسرين متساويين، فلدينا هذا الشكل وقد قسم إلى جزئين متطابقين، فمن يعطيني الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ أحسنت يا بطل، كما هو واضح أمامنا يساوي نصف. أما لو قمنا بتقسيم الشكل إلى أربعة أجزاء متطابقة وقمنا بتظليل جزئين فقط، فمن يعطيني الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ ممتاز، يساوي ربع، والجزء الثاني أيضا ربع، فيكون الجزئين ربعان. جميل جدا، ألا تلاحظ الآن أن هذا الجزء يطابق ويساوي هذين الجزئين؟ أحسنت يا بطل، نعم هما متساويان، إذن النصف يساوي ربعان. نأتي الآن إلى إجابة السؤال، فنكتب نصف يساوي، ماذا أكتب في الفراغ؟ أحسنت، نكتب اثنان. ننتقل الآن أحبائي الطلاب إلى المثال الثاني. أكمل لأحصل على كسرين متكافئين. ما معنى كسرين متكافئين؟ أحسنت، معنى كسرين متكافئين أي كسرين متطابقين ومتساويين، وقد قسم الشكل كما ترى إلى ثلاثة أجزاء متطابقة منها جزئين مظللين، فمن يعطيني الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ أحسنت، اثنان على ثلاثة، ونقرأها ثلثان. نأتي إلى الشكل الثاني ونرى أنه قد قسم إلى ستة أجزاء متطابقة أربعة منها مظللة، فمن يعطيني الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ أحسنت يا بطل، أربعة على ستة وتقرأ أربعة أسداس. الآن ألا ترى أن هذين الجزئين يطابق هذه الأجزاء المظللة؟ أحسنت يا بطل، نعم هي بالفعل مطابقة لهذه الأجزاء، إذن ثلثان يساوي أربعة أسداس. إذن ثلثان وأربعة أسداس هي كسور متطابقة، إذن فهي كسور متساوية. فماذا أكتب في الفراغ؟ أحسنت يا بطل، نكتب اثنان، وفي الفراغ الآخر ماذا أكتب؟ رائع، نكتب أربعة. وننتقل الآن أحبائي الطلاب إلى التدريب الأول. أكمل لأحصل على كسرين متكافئين. إذن لدينا هذا الشكل وقد قسم إلى جزئين متطابقين وقد ظللنا منه جزء واحد، فمن يعطيني الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ أحسنت يا بطل، كما هو واضح أمامنا يساوي نصف. نأتي إلى الشكل الثاني وقد قسم إلى ستة أجزاء متطابقة وقد ظللنا منه ثلاثة أجزاء، فمن يعطيني الآن الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ أحسنت، يساوي ثلاثة أسداس. الآن ألا ترى أن هذا الجزء وهو النصف يساوي هذه الأجزاء وهي ثلاثة أسداس؟ ممتاز، هي متطابقة،
إذن النصف يكافئ الثلاثة أسداس، وذكرنا أن تكافؤ الكسور أي أنها متساوية. إذن من يكمل الإجابة؟ أحسن، ثلاثة، فيكون نصف يساوي ثلاثة أسداس. نأتي إلى السؤال الثاني. إذن لدي هذا الشكل وقد قسم إلى خمسة أجزاء متطابقة وقد ظللنا منه جزئين فقط، فمن يعطيني الآن الكسر الذي يمثل الجزء المضلل؟ أحسنت، اثنان على خمسة، والاثنان وهي عدد الأجزاء المضللة، أما الخمسة فهي عدد الأجزاء جميعها. نأتي الآن إلى الشكل الآخر وقد قسم إلى عشرة أجزاء متطابقة، أربعة أجزاء منها مضللة، فمن يعطيني الآن أحبائي الطلاب الكسر الذي يمثل الجزء المضلل؟ رائع، أربعة وهي عدد الأجزاء المضللة على عشرة، والعشرة وهي عدد جميع الأجزاء. الآن ماذا تلاحظ في الشكلين؟ أحسنت يا بطل، نلاحظ أن هذا الجزء المضلل يطابق ويساوي هذا الجزء المضلل في الشكل الآخر، أي أن خمسين يكافئ أربعة أعشار، ومعنى التكافؤ أنهما متساويان. إذن الآن من يكمل لنا الحل؟ أحسنت يا بطل، نضع في الجواب اثنان. ننتقل بعد ذلك أحبائي الطلاب إلى المثال الثالث. أكمل عماد خمسي فطيرة، أكتب كسرا آخر يكافئ الكسر خمسين. ما رأيكم كيف نقوم بحل السؤال؟ أحسنت يا بطل، نقوم برسم شكل ونقسمه إلى خمسة أجزاء متطابقة ونقوم بتضليل جزئين منه. الآن الكسر الذي يمثل الجزء المضلل يساوي خمسين، لكننا نبحث الآن عن كسر آخر يكافئ الكسر خمسين، فمن يساعدنا في الحل؟ أحسن، ماذا لو قمنا بعدد تقسيم الشكل إلى أجزاء أخرى؟ فنقوم بقسمة كل شكل إلى جزئين، فمن يعطيني الآن أحبائي الطلاب الكسر الذي يمثل الجزء المضلل؟ أحسنت يا بطل، أربعة وهي عدد الأجزاء المضللة، هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني، هذا الجزء الثالث، هذا الجزء الرابع، على كم عدد جميع الأجزاء في الشكل؟ دعونا نعدها سويا، هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، الجزء الخامس، الجزء السادس، الجزء السابع، الجزء الثامن، الجزء التاسع، الجزء العاشر. إذن عشرة أجزاء، فيكون المقام عشرة. الآن عزيزي الطالب، ماذا تلاحظ؟ أحسن، نلاحظ أن هذا الجزء وهو خمسين يطابق ويساوي أربعة أعشار. إذن الكسرين متكافئين، فيكون خمسين يكافئ أربعة أعشار. جميل جدا يا شباب، نذهب الآن إلى التدريب التالي. اكتب العدد المناسب مستعملا نماذج الكسور إذا لزم الأمر في الفراغ. لدي في السؤال الأول نصف يساوي فراغ على ثمانية، كيف نستطيع حل السؤال؟ ممتاز يا بطل، دعونا نستخدم نماذج الكسور فنقوم بتمثيل النصف، فإننا نرى أن الكسر الذي يمثل الجزء المضلل يساوي نصف. ما رأيكم أن نقوم بإعادة تقسيم الشكل ولكن إلى ثمانية أجزاء متطابقة؟ فهيا بنا نقوم بتقسيمها الآن. جميل جدا، الآن قسمناها إلى ثمانية أجزاء متطابقة، هذا الجزء الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. الآن مع عدد الأجزاء المضللة، هذا الأول، الثاني، الثالث، الرابع. إذن الكسر الجديد أربعة من ثمانية. الآن نقوم بإكمال الحل، فمن يعطينا الإجابة؟ أحسنت يا بطل، أربعة، فيكون نصف يساوي أربعة أثمان. نأخذ الآن السؤال الثاني، ثلث يساوي فراغ على اثنى عشر، كيف نقوم بحل السؤال؟ ممتاز، ما رأيكم أن نقوم بتمثيل الثلث؟ أحسنت، الآن قمنا بتمثيل الثلث، فكما ترى ثلاثة أجزاء متطابقة جزء واحد منها مضلل،
والكسر الذي يمثل الجزء المظلل ثلث. الآن نعيد تقسيم الشكل ولكن إلى 12 جزءا، فهيا بنا نقوم بتقسيمه. أحسنتم، الآن قمنا بتقسيمه إلى 12 جزء لنتحقق من عدد الأجزاء. هذا الجزء الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر. كم عدد الأجزاء المظللة؟ ممتاز، 1 2 3 4. إذن كم يكون الجواب؟ ممتاز، 4. إذن ثلث يساوي 4 على 12. ولننتقل الآن إلى السؤال التالي. اكتب العدد المناسب مستعملا نماذج الكسور إذا لزم الأمر في الفراغ. لدي 3 على فراغ يساوي 6 أثمان. من يساعدني في حل هذا السؤال؟ جميل جدا يا بطل، دعونا نقوم بتمثيل هذا الكسر. فنقوم برسم شكل ونقسمه إلى 8 أجزاء متطابقة، 6 منها مظللة. إذن الكسر الذي يمثل الجزء المظلل يساوي 6 أثمان. الآن كيف أستطيع معرفة الكسر المكافئ لهذا الكسر؟ جميل جدا، زميلكم يقول ما رأيكم أن ندمج كل جزئين مع بعض؟ فهيا بنا نقوم بها سويا. رائع، أصبح لدي الآن شكل جديد. فمن يعطيني الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ أحسنت، 3 على 4، والثلاثة فهي عدد الأجزاء المظللة، أما الأربعة فهي عدد جميع الأجزاء. فنرى أن 3 أرباع تكافئ وتطابق 6 أثمان، أي أنهما متساويان. الآن ما هو الرقم المفقود؟ أحسنت، 4. ولننتقل الآن إلى السؤال التالي. قرأ منصور 2 كتاب، اكتب كسرا مكافئا للثلثين. من يستطيع حل هذا السؤال؟ أحسنت يا بطل، دعونا في البداية نقوم بكتابة الثلثين ككسر. هذا هو الثلثين. الآن من يكمل الحل؟ أحسنت، الآن نقوم بتمثيلها بالنماذج. فنرسم شكل ونقسمه إلى 3 أجزاء متطابقة، جزئين منها مظللة. فيكون الكسر الذي يمثل الجزء المظلل 2 على 3 أو ثلثين. والآن نبحث عن كسر مكافئ للثلثين. فكيف أستطيع إيجاد كسر مكافئ للثلثين باستخدام النماذج؟ أحسنت يا بطل، نقوم بإعادة تقسيمها من جديد. الآن أصبح لدي شكل جديد مقسم إلى 6 أجزاء متطابقة، 4 منها مظللة. فما هو الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ أحسنت، نكتب 4 وهي عدد الأجزاء المظللة على 6، والستة وهي عدد جميع الأجزاء. إذن الثلثين يكافئ 4 أسداس. وبذلك نكون قد تعلمنا اليوم إيجاد كسور متكافئة. فالكسور المتكافئة، فإذا كان لدي هذا الشكل فإن الكسر الذي يمثل الجزء المظلل يساوي ثلث. إذن هذا الكسر يساوي ثلث. الآن نبحث عن كسر مكافئ للثلث، فإننا نقوم بإعادة تقسيم الشكل إلى أجزاء أخرى. فنقوم بتقسيمه إلى 6 أجزاء، فيكون الكسر الذي يمثل هذا الجزء سدس، وهذا الجزء أيضا سدس، فيكون الكسر الذي يمثل الجزء المظلل يساوي 6. بعد أن رأينا أن هذا الجزء وهو الثلث يطابق ويساوي هذين الجزئين وهو 6، نستنتج من ذلك أن الثلث يساوي 6. وأخيرا أسأل الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.